اوكي okay. هنا أن مع الفعل المضارع تساوي المصدر. So, أن مع الفعل المضارع equal the verbal noun. تمام؟ So both are the same if I use in sentence. أن مع الفعل المضارع أن plus present tense equal مصدر the verbal noun. يعني هنا انظري كيف يمكن أن أصل إلى ميدان التحرير. How can I get to أن أصل. Here we are using أن والفعل المضارع and the present tense. Okay. The same I can say كيف يمكن الوصول إلى ميدان التحرير. Here I'm using the مصدر. Here الوصول هذا مصدر the verbal noun. Yeah. أصل هذا هو أن مع الفعل المضارع. Both of them are correct. We can use this instead of this. كيف يمكن أن أصل أو كيف يمكن الوصول. أيضا تستطيع أن تركب. You can ride or you can take. تستطيع أن تركب الحافلة. Okay, so here we're using أن مع الفعل المضارع. أن plus present tense. Or you can say تستطيع ركوب. We can add مصدر instead of أن تركب. تستطيع ركوب الحافلة. طيب. بعد أن تخرج. After you come out. بعد أن تخرج اتجه يمينا. Here we are using أن plus present tense مع الفعل المضارع. بعد خروجك. Here we are using مصدر خروج. Okay. Alright. Let's see some exercises. استبدل كما في المثال. In replace. We will replace مصدر with مضارع. An أن. أن مع المضارع. أفكر في الدراسة بمصر. أفكر في أن أدرس بمصر. The same. I'm thinking to Egypt. So we use the same. Here we're using مصدر. Here we're using أن مع الفعل المضارع. أن plus present tense. تمام؟ طيب. واحد. اقرأي من فضلك. أفضل ركوبا حافلة. أفضل أن أركب. أفضل أن تركب. لا لا أنا أفضل أن أركب الحافلة. نعم أفضل أن أركب الحافلة. جيد. أحب. Of course I have to know مصدر. I have to memorize it. If I don't yeah. I have to memorize it. It's not... right. أحب. أحب الأكل في البيت. نعم. أحب أن الأكل. لا أحب أن آكل. آكل في البيت. لا. أحب أن آكل. آكل. آكل يأكل. آكل في البيت. I like to eat. آكل. نعم. نعم. لا يمكنك أن تسافر الليلة. ما معنى أن تسافر الليلة؟ ما معنى travel at night. ها ما معنى لا يمكنك؟ travel at night. نعم. you can't. لا يمكنك يعني you can't. You can't travel at night. أربعة. يريد محمود دفع حساب. نعم. تريد أن محمود. لا يريد محمود. يريد
if you change it, يريدو أن محمود, isn't it? لا لا لا, ما محمود هذا اسم. No, أنا but at the or يريدو محمود أن. أن نعم. يفدع. يدفع. يدفع يدفع حساب. نعم يدفع حساب. ما معنى يريد محمود أن يدفع الحساب؟ محمود wants wants to put حساب to pay نعم. pay to pay the حساب. نعم. حساب is what check the bill, right? نعم the bill, نعم to pay the bill, isn't it? نعم حساب. To pay the bill, نعم. Okay. محمود يدفع الحساب. أرجو منك الاتصال بي يوم. أرجو منك أن أرجو منك أن اتصال الاتصال أرجو منك أن اتصل بي but it's I, isn't it? اتصل is it me? أرجو منك I hope from you. Yeah, I hope from you. Oh, نعم. That you. نعم. To call me. Okay. To call me today. Yeah, 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 yeah. أرجو منك أن تتصل. Yeah. طبعا الاتصال هذا مصدر وأن تتصل هذا أن مع الفعل المضارع. طيب. That means you. I hope you. نعم. أرجو منك أن تصل به. أن تصل بي يوم. نعم. بي مين بي. Call to call. بي. Because اتصل this verb to call me, right? نعم. We use it with a preposition. We say اتصل. That means I hope. ماذا? I hope from you to call me يوم. اليوم. اليوم يعني today. نعم. Today. نعم. Right. That's the mean. I hope that you can call. I hope you call him. No, I hope from you. Call me. Okay. I hope from you to call me today. Okay. أرجو منك اتصال بي يوم. Okay. أستطيع رؤية البحر من غرفتي. أستطيع أن أرى. جيد. بحري من غرفتي. That means I can see the sea from my room. جيد. أستطيع أن أرى البحر من غرفتي. I can see. Okay. So رؤية is مصدر أن أرى هذا أن مع المضارع. هيا نرى التدريب التالي. اختر المناسبة كما في المثالين. شوز يعني. يمكن أن تتعلم العربية بسهولة. دراسة العربية. طب واحد. سمي الله. سمي الله قبل الأكل. قبل الأكل. جيد. سمي الله قبل الأكل. ما معنى سمي الله؟ أدنى سمي الله. سمي الله يعني say بسم الله. سمي الله say بسم الله before eating. نعم. سمي الله قبل الأكل. سمي الله. If your family around you, you say سموا الله قبل الأكل. سموا الله قبل الأكل. Say بسم الله before you eat. But سمي الله is for singular. Just one person. نعم مفرد. تمام. لكن right. عائلة موجودة مثلا نقول سموا الله قبل الأكل. Okay.
Okay, Sunday. But قررت السفر ليلى. جيد. قررت السفر الليلة. ما معنى قررت؟ I decided. I decided. تمام. If I want to use an مع الفعل المضارع, how to use here? قررت أن أسافر ليلى. ممتاز. Excellent. نعم. ثلاثة. لا تخرج قبل كتابة الدرس. جيد. لا تخرج قبل كتابة الدرس. ما معنى هذه الجملة؟ Don't go out before you write the lesson. زين. طيب أريد أن أستخدم أن. كيف أستخدم أن؟ لا تخرج قبل أن تكتب الدرس. الدرس. جيد. الدرس. أربعة. لا أستطيع قراءة هذه كلمة. لا أستطيع قراءة هذه الكلمة. ما معنى لا أستطيع قراءة هذه الكلمة؟ I cannot read this word. جيد. طب كيف أن والفعل المضارع؟ لا أستطيع أن أقرأ هذه الكلمة. جيد. خمسة. هل يمكن أن تصف طريق لي؟ هل يمكن أن تصف الطريق لي؟ طب لو مصدر؟ هل يمكن وصف طريق لي؟ نعم. هل يمكنك وصف الطريق لي؟ هل يمكن وصف الطريق لي؟ طريق وصفة. وصفة. describe. هل يمكن وصف الطريق لي؟ This way. نعم. Can you explain or وصف describe the road for me? هل يمكنك وصف الطريق لي؟ ستة. أحب أن أفضي عطلة في القرية. نعم. أحب أن أقضي العطلة في القرية. ما معنى أحب أن أقضي؟ I like to spend the vacation في القرية in the village. نعم. ولكن أقضي هذا معنى to spend not to stay. To spend. قضاء. Spend time. ماذا؟ لا لا ليس ليس معناه to stay. لا to spend because spend to spend time on the village. لو نريد أن نستخدم المصدر فنستخدم المصدر. أحب قضاء عطلة في القرية. جيد. أحب قضاء العطلة في القرية. ممتاز. أحسنت.